حفيدتي. لا تسهل كيف جابوا طحين وحطوا عليه المي وحطوا ملي وحطوا خميرة بعدين عجنين بالعجينة وصاروا قطعة عجينة كبيرة. احنا بايش لعبنا اسا ايش مسكنا بايدينا العجين احنا مسكنا بايدينا العجين اخذنا الشوبك الصغير شو صرنا نعمل الرق حلو صرنا الرق بعدين لوين جبناهن خبازة بس العجينة شو حطينا عليها زعتر ممتاز حطينا عليها زعتر بعدين خبزناها بالخبازة وإيش صارت إيش صارت أحلى زعتر لمعلماتن بتجننوا وهيك احنا احتفلنا بيوم الزيت والزيتون ودشنا ساحتنا وحديقتنا اللي احنا اشتغلناهن ولو ما دعم الاهل كان احنا ما وصلناش لهذا الوضع. شكرا لكل الاهالي شكرا لكل الاميات اللي رافقونا على مدار اسبوع كامل واحنا نحكي مع بعض ونحضر اللي اعطانا الدافعية وعن اوجد كل الاميات اللي هن ملانات طاقة وهذا الاشي انعكس علينا احنا كطاقم قديش اعطانا القوة انه احنا نستمر تطلع هذا اليوم لحيز التنفيذ. انا كثير فخورة فيكو انا فخورة بقسم المعارف اللي دعينا ولبى الدعوة واجل عنا. شكرا للسيدة إيمان شكرا للست تمهيد بنقول لهم أهلا وسهلا دعمكم لإلنا عن أوجد بكثير يعطانا طاقة. شكرا للكل للجداد للأجداد للأباء اللي أصروا أجن بارح المغرب على ضي البجكتورات وعلقونا الشادر جابوا الكراسي الشغل كان من الصبح على قدم وساق من الساعة 8 الكل اللي تشتغل اللي تحضر اللي تتصل اللي شو ناقص شو كذا أولادنا الحلوين احنا حضرناهن لأجل هيك تفاعلوا بشكل جدا حلو
بشكل راقي، يعني قعدوا اشتغلوا اكلوا بشكل مرتب. وبالاضافه لهيك احنا في عنا عارضه لكل الصور من بدايه السنه لليوم عرضناها في داخل الصف اللي عمل لنا اياها ابو ماجد حمزه، برضه مشكور شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه، شرفتونا. بتامل انه الله يعطي الجميع الصحه والعافيه لدايما نضل في عطاء على مدار سنين. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم. اذا بتحبوا نشوف على داخل الصف نشوف.